أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس استقبال ميناء بورسعيد السياحي لسفينة الرحلات البحرية، وهي واحدة من السفن السياحية الشهيرة على مستوى العالم. ووصلت السفينة في أولى رحلاتها البحرية إلى بورسعيد وعلى متنها 1209 راكب و661 من طاقم البحارة من مختلف الجنسيات ضمن زيارات وجولات سياحية للسفينة حول العالم. وعقب وصول السفينة اتخذت إدارة ميناء بورسعيد الإجراءات اللازمة لاستقبال السائحين للقيام بجولات تتضمن أهم المعالم السياحية والأثرية والتاريخية التي تشتهر بها مدينة القاهرة وبورسعيد.